السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، تتمة لهذا الحديث العظيم لما كان من حديث التلفك وحكم الله العظيمة التي ظهرت وتجلت لنا أو تجلى لنا بعضها، وهو الكلام على ما حدث وتجلى لنا كيف ما كانت عائشة عند الله جل في علاه، كانت أبي بكر الصديق، وأيضا أن الله جل أراد أن يظهر وأن يبين أهل الكفر وأهل النفاق والشقاق وما يكيدون ويمكرون للإسلام وما يحقدون به على أهل الإسلام، وكيف أنهم حقا يحقدون على أهل الإسلام. ووقفنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا بريرة وسألها هل رأيت فيها شيئا يريبك، فقالت بريرة لا، والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا أغمسه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن، حديثة السن تنام عن العجين فتأتي عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه فقال فاستعذر من عبد الله ابن أبي ابن سلول، فقال من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي، فوالله ما علمت عن أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كانت على أهلي إلا معي. ولا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يدافع عن عائشة وعن عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاه، هو يقول ما علمت عن أهلي إلا الخير، هو يقول ما علمت عن أهلي إلا الخير، من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي وما علمت عن أهلي إلا خيرا، وأيضا قالوا بلغ أذاه في رجل ما علمت عنه إلا خيرا، فدفع عنه ودفع عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقام سعد بن معاذ، وهنا نصرة الحق والذب عن الأخيار، ونصرة أهل الحق على أهل الباطل وعلى أهل النفاق، فلا بد أن يكونوا دائما جميعا يدا واحدة من أجل نصرة الحق، من أجل الذب عن دين الله جل وعلا، لا من أجل شخص أو غير شخص. الأصل فقط في هذا الباب هو نصرة الدين ونصرة المذهب الحق ونصرة السنة، وأيضا المدافعة عن أهل السنة وعن أعراضهم حتى ولو زلوا وأخطأوهم بشر، والبشر يزلون ويخطئون. لكن المشكلة أن النظر تقاصر عن ذلك، وأن إحقاد القلوب والحسد الموجود داخل النفوس هو الذي يحرك، هو الأصيل في التحريك. قام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس قتلناه ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقال سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج حمية، وكان قبل ذلك رجلا صالحا وكان احتملته الحمية، وهذا أيضا من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيه الذب عن عائشة، من عائشة رضي الله عنها فيه الذب عن الأخيار وإنزله، قالت كان رجلا صالحا ولكن أخذته الحمية، فاعتذرت له بذلك أنه ما قال لسعد بن معاذ ما قال دفاعا عن الإفك أو قد قيلت الإفك، ولكن حمية لأنه كان سيد الخزرج، قال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام سيد بن حضير فقال كذبت لعمر الله والله لأقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فظهر الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت أبكيت لا يرقى لي دمع ولا أكتح. شوف هنا الحمية، شوف عندما الإنسان يتكلم حمية ما يتكلم دينا، وأن الذي يحركه فقط النفس أو الشخص أو المنازعة للشخص يحيد عن الحق. وده بيحدث كثير جدا عندنا الآن لما نتكلم في مسألة شيخه قال فيها بخلاف الظاهر من الحق، وهو أيضا يعني لا يدري ولا يتقن، لكنه يريد أن يدافع عن شيخه فقط. ممدوح أن تدافع عن شيخك، ممدوح أن تفي له، ممدوح أن تعرف قدره، لكن ليس ممدوحا أن تغالبه على الحق، ليس ممدوحا قط أن تغالبه على الحق. فقام قال والله لا تقدر، فقام له، شوف الكلام بهنا الذي جاءه، فقال له والله يعني إنك لمنافق تدافع عن المنافقين،
وثار الحيان، وكانت المسألة حمية ستهرق الدماء حمية، وهذا لا يقبله الله جل في علاه. فجلست تبكي حتى دخلت امرأة من الأنصار فأذنت لها، قال فجلست فجلست تبكي معي، فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل فيما قيل، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء. وانظر إلى حكمة الباري، لا وحي، وهي أيضا غافلة لا تعلم، حتى لا يعني ما تموت لو 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 بهذه المدة الكلام يصل إليها. وصل إليها يوم أو يوم في يوم أو يومين، وقد أنهى الله المسألة بالبراءة عندما نزل الوحي. ثم تشهد وأثنى الله ما هو أهل له. انظر إلى رفيع نبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى رفيع نبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لا تستبعد ذلك أخي الكريم. شوف الكلام كل هذا الذي قيل، فقال لها يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله. حسن الظن بالله نافع، يعلم أن الله تعالى لا يجعل المظلومة مظلومة. كيف كيف وقد قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، كيف كيف يترك المظلوم مقهورا ويترك الظالم يرتع؟ لا والله، إن الله استجاب لموسى وهارون، ربنا اربط على قلوبهم واجعل على مالهم فلامون حتى يروا العذاب الأليم، بعد 40 سنة. فعقاب الله نازل، وعذاب الله جل في علاه واقع، ولا يمكن لأحد أن يعني أن يرده. وأيضا المظلوم لابد أن ينتصر، ولابد أن يظهر الحق. لذلك قال إن كنت بريئة فسيبرئك الله جل في علاه، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري، استغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبي فتاب تاب الله. هذا هو أعظم ما يكون رحمة من الله جل في علاه. مهما بلغ الذنب، مهما كبر، مهما كان عظيما، يا ابن آدم لو أن الذنوب أقبلت علان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشان لقيتك بقرابها مغفرة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قالت قرص دمعي. هنا قواها الله جل في علاه، لأنها تعلم أنها بريئة، قواها الله جل في علاه. لذلك قالت حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فقلت يعني قلبي عند أبي بكر هنا وهو يقول لها ما أقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر جلل الأمر عظيم. قال ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله فيما قال. قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أن إني بريئة، وهي تعلم بذلك وهي تقول إني بريئة. لذلك بالغت في الإحسان بل بالظن بالله جل في علاه، فلم يضيعها، وكان عند حسن ظنها في التو واللحظة كانت الكرامة. وأي كرامة أراد الله جل في علاه أن يجعلها أمام الجميع، بل من لدن الأولين والآخرين أن يجعلها شامة على رؤوس الجميع، وهي سيدة نساء العالمين. فقالت والله يعلم إني لبريئة، لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف. إذ قال، هي قالت في رواية وذهلت عن اسمي، يعني ذهلت حتى عن اسم يعقوب عليه السلام، قالت ما والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف. إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بالغت في حسن الظن بالله جل في علاه، بالغت وهي حديثة السن قد احتملت جبالا لا يحتملها أمة بأسرها، لكنها نظرت إلى السماء ولم تنظر إلى الأرض، فقالت فصبر جميل، صبر لا تسخط فيه، صبر يمتلئ القلب حبا بالله جل في علاه ويقينا فيه، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله المستعان على هذا، فإن الله جل في علاه لا يترك المظلوم مظلوما مقهورا، ولكنه على الظالم
يمهد له ويستدرجه من حيث لا يعلم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال: ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل الله في شأني وحيا. عندما أحسنت الظن كان الله عند حسن ظنها. لما قالت هاجر لإبراهيم: تتركني وطفلي في أرض صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ما أفعل؟ فاستدار ولم يرد عليها. وهي تتأوه بوجود طفلها، لا تجد ما تعطيه، لا تجد ما تسقيه، لكنها استمسكت بآخر الأمور فقالت وصرخت: يا إبراهيم، يا الله. هذا فقه التعامل مع الله. يا الله، يا الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم، الله أمرني بهذا. قالت: إذن فلن يضيعنا. شوف، انظروا كيف من ملأ قلبه إحسان الظن بالله جل في علاه كيف كان الله له. فقالت: إذن لن يضيعنا. في نفس اللحظة، في التو واللحظة، جاءها جبريل عليه السلام فقال لها: إن الله لا يضيع أولياءه، إن الله لا يضيع أولياءه. أحسنت الظن، فكان الله عند حسن ظنها. فضرب جبريل الأرض فكانت زمزم إلى يوم الناس هذا. باركت إحسان الظن بالله جل في علاه. ضرب الأرض فكانت زي زمزم، لولا أنها كانت تلملم الحجارة لكانت عينا معينا إلى يوم القيامة. وهنا عائشة ملأت قلبها حسنا بالظن بالله جل في علاه، فقالت: صبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فانظر كيف الكرامة، فانظر كيف الرفعة، فانظر كيف النصرة، فانظر كيف كان لها الله جل في علاه. أنزل، شوف، أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، والدنيا بأسرها تسمع على براءة عائشة الطيبة المبرأة الكريمة سيدة نساء العالمين. انظر كيف أحسنت الظن بالله، فكان الله عند حسن ظنها. وفوق ما تظن قالت: وإني لأرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا. لكنها عظيمة كريمة رفيعة القدر سامية المقام عند ربها سبحانه جل في علاه. وانظر نتيجة التواضع كيف إذا تواضع المرء لربه جل في علاه كيف يكون. فقالت: وإني ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم الله بالقرآن في أمري. هنا مواطن العز ومواضع الشرف، كلما كنت صغيرا في نفسك كنت كبيرا عند الله جل في علاه، وكلما تعظمت وتكبرت وشمخت بأنفك كنت ذليلا محتقرا عند ربك جل في علاه. ذق إنك أنت العزيز الكريم. قالت: ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذ من البرحاء حتى إنه لا يتحذر منه مثل الجمان من العرق. يا لله، كأني أستحضر قول الله جل في علاه: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت، الخالق الجبار هو الذي يقول بذلك، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. شوف، وأكره مساءته. يا لله، كيف المؤمن عند ربه جل في علاه؟ أما يرعوي من يظلمه؟ أما يرعوي من يأتي عليه؟ أما يرعوي من يأخذ ماله ظلما؟ أما يرعوي من يقدح في عرضه ظلما؟ أما يرعوي؟ أما علم مكانته عند ربه جل في علاه؟ ولو أن أهل السماوات والأراضين اتفقوا على سفك دم امرئ مسلم أكبهم الله في النار ولا يبالي، أكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي سبحانه جل في علاه. لذلك عائشة كانت عظيمة القدر عند ربها جل في علاه، فأنزل عليها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ببراءتها. فنزل الوحي، نعم، فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي وهو يضحك، والحمد لله أن سري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله، كان بلاء عظيما شديدا ولكنه ختم بالمكانة العليا.
والمنزلة الرفيعة الثانية عند رب البرية سبحانه جل في علاه. وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها قال: يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. قال: احمد الله فقد برأك الله. فقالت لي: أمي قومي إلى رسول الله. فقلت: لا والله. وهذا في القراق من عائشة رضي الله عنها. فقالت: لا والله لا أقوم إلا إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وإنهم قد قالوا ذلك في عرض النبي عندما قالوا بأنه فعل ذلك مع زيد، لأنه لما رأى زينب وقعت في قلبي وأحبها فجره إلى تطليقها، وهو يقول له: أمسك عليك زوجك. شوف، انظر المنافقون كيف يلوحون ويعرضون بأعراض الأخيار الأبرار النبلاء الرفعاء من الأنبياء، وهو سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فلذلك هنا نزلت البراءة لبيان مكانة عائشة رضي الله عنها وارضاها، ولها مكانة سامية عند رب البرية سبحانه وجل في علاه. وقد قد أظهر الله هذه المكانة العلية عندما قال: أولئك مبرؤون مما يقولون. وأيضا قد بين أنها طيبة، وأن الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الطيب، والطعن في ذلك طعن في اختيار الله جل في علاه. فلتعلموا جميعا أن الله جل في علاه لا يضيع أولياءه. فأنزل قرآنا يطلع لذلك، قام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ على المنبر الآيات، ثم طلب حسان فجلده، جلده حد القذف فطهره الله من ذلك، ثم طلب حمنة بنت جحش فجلدها حد القذف، ثم طلب مسطح فجلده حد القذف وإن كان بدريا، فالله طهره بهذا الحد. ثم بعد ذلك لم يتكلم أحد في شأن عائشة إلا المنافقون الذين كانوا يستسرون ويريدون يعني الوقوع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ما المقصود عائشة؟ ما يهمهم عائشة؟ المقصود الأصيل في ذلك هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قال أبو بكر الصديق: وكان ينفق على مسطح لا أنفق عليه. وانظر هنا المسألة ليست لمكانة عائشة أو بيان مكانة عائشة رضي الله عنها وحدها، المكانة أعلى من ذلك وأرقى وأسمى، بل أراد الله تعالى أن يبين آل أبي بكر ويبين مكانة أبي بكر عنده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس وما غربت بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر. فأبو بكر قال لمسطح: لا أنفق عليه، غضبة غضبها لابنته وعرض ابنته. فقام الله جل في علاء يقول: ليس مثلك أن يفعل ذلك. النبلاء الأخيار يحسنون لمن أساء، ولا يردون الإساءة بإساءة، بل يردون الإساءة بإحسان، يلتمسون الأجر والذكر عند الله جل في علاه. لذلك خاطبه الله بالتعظيم بالتوقير بمكانته العلية عند رب البرية، قال: ولا يأتري أولو الفضل والسعة. فالله جل في علاه يخبر عن أبي بكر بأنه جماعة الجبار، يعني يخاطب أبا بكر بالتعظيم والتوقير. أتفهمون هذا؟ أتعيون هذا؟ أتقرون بذلك في أنفسكم من أبو بكر؟ كيف أبو بكر عند رب البرية سبحانه وجل فعلا؟ قال: ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة، لا انفق، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى وربي يحب أن يغفر الله لي. فرجع وأعطى مسطح النفقة التي كانت له. هنا مسألة عظيمة، المعصية لا تمنع الرزق، وليس كل معصية تمنع الرزق، هذه معصية وليست أي معصية. كلام في امرأة بريئة، كلام في امرأة طاهرة نقية من أنقى، وهي أنقى خلق الله، ومع ذلك فإن الله لم يقطع رزقه عنه. فإن الله لا يقطع الرزق عن الأخيار الأبرار، ولا يقطع الرزق عن الفجار الكفار. الله جل وعلا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكان الأكمل لأبي بكر أن ينفق ويعيد النفقة، فأعاد النفقة على مسطح، وطهر الله مسطح لأنه كان بدريا، طهره الله جل وعلا بالحد، وانتهى الأمر في هذا الباب بالحد. وقال أبو بكر: والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، وما منا من مذنب وما منا إلا وله من السيئات والزلات والخطيئات الكثير. فنسأل الله المغفرة والتوبة وسرعة الفيئة والأوبة إلى ربنا جل في علاه. وكان رسول الله يسأل زينب بنت جحش في أمري. قالت زينب: ما علمت ما رأي ما ما قال فقال يا زينب: ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري
والله ما علمت عليها إلا خيرا. وهي التي كانت تنافع وتقول إن نسائك يناشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، وهي التي ردت عليها. لكن شوف الإنصاف، الإنصاف حين الكلام، قالت والله ما علمت عنها إلا خيرا. وهي قالت وهي التي كانت تساميني عند رسول، يعني منزلتها قريبة من منزلتي عند رسول الله، كانت دينة تقية نقية، دافعت ودافعت عن عرضها وقالت والله ما علمت عنها إلا خيرا. وهذا الحق والإنصاف، والإنصاف عزيز، لكن سبحان ربي الكريم، فإنه يضعه الله في قليل من الناس لا في كثير. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وجمة عظيمة. من أول هذه الفوائد: إن الله عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه، يبتلي الله ليبين الفوارق بين الشخصيات وسمات الشخصية، وبين النبلاء الرفعاء وبين الخبثاء أهل النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. مكانة عائشة عند رب البرية، ومكانة أبي بكر أو آل أبي بكر جميعا عند الله جل في علاه. النبي لا يعلم الغيب، جواز الاستشارة، استشارة الرجال العقلاء، وجواز استشارة النساء العقلاء، وأما شاورهن والسادسة مشاورة النساء، شاورهن وخالفهن، هذا حديث موضوع. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشاورة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، انفرط العقد لترجع تبحث عنه، ثم يحدث ما يحدث، والله حكيم عليم. الأمين، الأمين ولو انفرد لا يكون إلا أمينا. عظيم رحمة الله جل في علاه بإخفاء الأمر عن عائشة إلا في آخره حتى تتبين براءتها. نبل الخلق عند نزول الملمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت مذنبة فاستغفري فيتوب الله عليك. نصرة الحق والذب عن الأخيار كما فعل سعد بن معاذ وفعل سيد بن حضير. الحمية تضيع الحق، الحمية والعاطفة تضيع الحق، وهذا الذي حدث في غزوة أحد، العاطفة جرتهم. أيضا هنا يأتي الفاضل الكريم سعد بن عبادة، كان الحمية أخذته وكان كاد الحيان أن يقتتل في ذلك. شدة البلاء على قدر الإيمان، الطلاقة في الإجابة عن النفس، قالت ولا أرى لي مثلا لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف. حسن الظن بالله جل في علاه يجلب الخيرات، حسن الظن بالله يجلب الخيرات. كلما كان المرء في نفسه متواضعا كلما كان عند ربه كبيرا. استحباب البشارة لمن كان مبتلى أن الله يفرج البلاء، كشف المنافقين وبيان خططهم حتى يتجنبهم المؤمنون، خطاب الله تعظيما لعباده المؤمنين وقدر المؤمن عند ربه، يكره الموت وأكره إساءته، التسليم للقدر سعادة، التسليم للقدر سعادة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. بقدر الهمم.